السلام عليكم وتحياتي جميع متابعي قناه عائله الغربه. اليوم عندنا خبر مفرح فيما يخص الناس اللي عندهم تاشيره سياحيه او لا فيزا توريست. الوغ سبق لي هذه الاسبوع قلت لكم ان وزير الخارجيه الفرنسيه غادي تجي للمغرب هذا الاسبوع اللي داز وغادي يقادو شي امور ثم غادي يرسموا الزياره ديال ماكرون اللي غادي تكون في الشهر المقبل. المهم الوغ من شنو هما النتائج من اول زياره ديال الوزير الخارجيه هنا للمغرب؟ اول حاجه داروها اللي هي انتهاء الازمه ديال الفيزا السياحيه بالنسبه للمغاربه. يعني كانت كتعطي الى عقلتهم 50% ديال الكوطه اللي كتعطى في النهار ولا كيعطيو فقط 50%. دونك دابا غادي ترجع الامور عاديه، فهذا كيعني انه ديك النسبه ديال الرفض ديال الفيزا السياحيه ديما كنسطر عليها عافاكم، لان كاين بزاف ديال الفيزات ما تخربقوش نمشيو دقه دقه. دونك الوغ ديك النسبه ديال الرفض ديال الفيزا السياحيه اللي عرفناها تقريبا هذه السنه لمده سنه من الاول ديال 2022 حتى الاخر ديال 2022 كنا كنشوفوا بزاف ديال الرفض، بزاف ديال الناس كيدفعوا الفيزا السياحيه سبقوا انهم دفعوا ولكن للاسف كيعطيوهم الرفض. الوغ كان هذا ناتج على الازمه الدبلوماسيه اللي كانت واقعه ما بين المغرب وفرنسا. اليوم الحمد لله بوادر الانتهاء هذه الازمه احنا كنشوفوهم قدامنا اللي منها بزاف ديال الاشارات. المهم رسميا دابا ما غاديش يكون داك 50%. الوغ كما قلت لكم هذا كيعني انه ما غاديش يبقى الرفض، وهذا كيعني ايضا اننا اللي غادي يدفع الفيزا السياحيه في فرنسا على ما اظن هذه وقتها ولا بالضبط في اول ديال السنه يقدر يتوكل على الله زعما ودفعوا الفيزا السياحيه ديال فرنسا، ما بقاش عندنا منين نخافوا. الوغ في الاول كنت ديما كنقول لكم انه المهم تقريبا هذه السنه كنقول لكم انه هربوا من الفيزا السياحيه ديال فرنسا، شوفوا ديال اسبانيا او لا شوفوا ديال ايطاليا او ديال البرتغال او لا بعض الدول الاوروبيه. دونك من انتهت هذه الازمه اليوم تقدروا انكم تدفعوا الفيزا السياحيه ديال فرنسا. هنا غنفتح القوسين، الوغ هنا غادي تسولوني الناس اللي عندهم الكونترات او الناس اللي عندهم الكونجوان فرونسي ولا عندهم بعدا نتكلم مع الناس ديال الكونترا. الوغ هاد التغيير اللي وقع واش عنده تاثير على الكونترات؟ غادي ندير الفيديو القادم. الوغ واش كاين تاثير؟ واش غادي يكون قبول ولا لا؟ واش اصلا كاين كونترات ولا لا في العام الجاي؟ غنتكلم عليها في الفيديو القادم. ثم بالنسبه للناس ديال الكونجون فرونسي والناس ديال الغوغروبمون ولا الناس ديال الطلبه ديال الاتيديون او الناس ديال فيش فيزا واحده اخرى، ما كاين. شوف كيف ما كانت مازال هي ما كاينش تغيير، فرونشمون ما كاينش تغيير. خاص ابار الكونترا غادي يكون واحد التغيير بسيط غنتكلم عليه وغنشرحو مزيان لانني خصني نعطي الوقيت ديالو مزيان الكونترا في الفيديو القادم. ثم جو بونس هادشي اللي خصو يتقال، دونك هادشي اللي كاين وفرونشمون جي سوي تري كونتون يعني في هاد القضيه هادي، وكنتمنى انكم تفرحكم خصوصا من بعد الخساره ديال المنتخب المغربي من بعد يعني مع كرواتيا. درت مباشره الفيديو لانني كنت مقلق، قلت اللهم نديرو شي خبيره اللي تموتي بينا، والحمد لله على المركز الرابع يعني ان لا بالمركز الرابع ما غاديش نتقلقوا، لان بزاف ديال الناس ما عمرهم غادي يوصلوا هذا المركز الرابع طول حياتهم. الوغ ما عليناش، دونك نضربوا موعد الفيديو القادم. دمتم في رعايه الله.